هذا ويواصل الاحتلال الإسرائيلي قصف الجنوب اللبناني مستهدفا التجمعات السكنية. هذا وقد لقي عدة أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون جراء صواريخ ومسيرات من الاحتلال. المشاهد تتكرر مرة أخرى من أرض الزيتون إلى أرض الأرز. لبنان الأخضر يكتوي بعدوان الاحتلال الغاشم كما عانت غزة لمدة عام. الحزن خيم على الأجواء في لبنان وارتوت أرضه بدماء أبنائه وسط حالة من الرعب والهلع أحدثتها صواريخ الاحتلال ومسيراته التي لم تترك المدنيين في الجنوب اللبناني ووصلت إلى حد ضاحية بيروت بعد أن هزت عدة انفجارات العاصمة اللبنانية المكتظة بالسكان وشهدت أعمدة ضخمة من الدخان تتصاعد عبر جنوب لبنان والضواحي. أعداد كمية ونوعية الإصابات اللي شفناها واللي بعتقد العالم كله شافها حقيقة شيء مرعب كما ونوعا. الطاقم الطبي والطاقم التمريضي overwhelmed، فنحن بنستغل هذه الفرصة للناشد يعني بلكي المنظمات الدولية. نحن أكيد تركنا أهلنا، تركنا أولادنا بمطرح، ونحن بمطرح بس لنقدر نقدم قد ما فينا خدمة إنسانية وتمريضية لنكون واقفين حد أهلنا يلي عم بضحوا ويلي تركوا بيوتهم وراحت بيوتهم. كان التعب كتير علينا، بقينا أكثر من 36 ساعة نحن بلا نوم. مجمعات سكنية عدة تمت تسويتها بالأرض ولم تتضح بعد الأعداد النهائية للضحايا والمصابين في الغارة الإسرائيلية التي تقول إسرائيل إنها استهدفت المقر الرئيسي لحزب الله باستخدام قنابل تزن الواحدة منها 2000 رطل استخدمتها قوات الاحتلال في تنفيذ تلك الهجمات. مشاهد النزوح أيضا كانت حاضرة في المشهد اللبناني ولم تقتصر على اللبنانيين وحدهم بل طالت اللاجئين أيضا مع اضطرار عدد كبير منهم إلى حزم أمتعتهم والهرب من الغارات الإسرائيلية التي لا تفرق بين الأطفال والكبار.